وسط البلد وحكايات وسط البلد وشوارعها اللي هتفضل شاهدة على عظمة القاهرة وتاريخها وعماراتها وزخارفها اللي بتقول إنك أكيد في باريس الشرق. من كوبري قصر النيل والحد العتبة، ضباع وأسود ووحوش وتماثيل فيها تعابين ومنحوتات على كل شكل ولون. حتى الشوارع والممرات فيها حاجات خرافية، يوسف الجندي، هدى شعراوي بعمراته القديمة الخرافية، وقصر النيل والشواربي وشارع عدلي والمعبد اليهودي وطرازه الفريد والشكل الفرعوني في شارع عماد الدين وفي شارع نجيب الريحاني. في وسط البلد هتقابل مصر الحقيقية بأصالتها وناسها وجمال وروعة منظرها. قطعتي نفسي حضرتك بالسكوتر بتاعك ده الأحمر المبهج الجميل، بس هو قطع النفس برضه. انتي ايه؟ ما بتتعبيش وانتي نازلة من على الموتوسيكل كده بعد؟ لا خلاص، أنا اتعودت عليه، يعني ما بقاش بالنسبة لي لا صعب ولا حاسة بحاجة، عادي يعني. ولا ظهرك ولا رجليكي ولا؟ لا الكلام ده كان في الأول لأن هو كان حاجة جديدة بالنسبة لي، فدلوقتي لا، أنا اتعودت عليه بتعب وكل حاجة، حتى لو في تعب مش بحس أساساً يعني. مع أنت والسكوتر واحد. خلاص بقى. بالخوزة بالبتاع بالموتوسيكل ده إنسان كائن واحد. هو أكنه ابني، مش معتبرها أكنه حاجة جماد، هو أكنه أنا معتبرها زي ابني. بس بقى والله العظيم. أنت عندك كام سنة يا ضهى؟ 27. 27؟ ده أنت خمتيني جامد. جداً أنا. جامد. انا قلت البنت دي مطلعين لها رخصه سننوها. لا لا لا، انا الناس بتتصدم فيا كده فعلا. 27 سنه. انت منين اصلا يا ده؟ بلدي من الاقصر. من الاقصر. ولكن عايشه هنا في القاهره فين؟ منطقه بعد المرج اسمها الخصوص، منطقه شعبيه. انا عارفه الخصوص. ايوه. اهلك بقى وانت يوم الصبح بتبتدي بدري وتلبسيكي خوذتك وتركبي موتوسيكلك، رايهم ايه في شغلك ده؟ والله طبعا بابا متوفي، يعني بابا متوفي قبل ما اشتغل الشغلانه دي بكتير، وكان متوفي من بدري يعني. فاول ما قلت لماما ان انا بشتغل ديليفري طبعا استغربت جدا، يعني ايه ديليفري؟ فانا حاولت ان انا اوصل لها المعلومه عشان افهمها، يعني هي فاهمه ان الديليفري اللي بيجي لها راجل. فانا بدات ان انا افهمها ان انا بعمل حاجه مختلفه، يعني بوصل الحاجات بتاعه البنات، الاكسسوارز، المكياج، الفرفانات، شوزات، الملابس، حاجات كده، مش الدليفري اللي هو اللي هي عارفاه يعني. هم بينقوكي في الدليفري مخصوص عشان عارفين ان انت بنت توصلي الحاجات دي؟ بص، هو مش شرط، وانا طبعا هم اتفاجئوا، يعني الناس ما كانتش تعرف اصلا ان في بنت بتشتغل دليفري. هي جت بالصدفه جدا، يعني شغلانتي دي جت بالصدفه. كنت شغاله مع بنت واحده وبدات تقول لصاحبتها ودي تقول لعمتها لحد ما عملت شجره معرفه. فشجره المعرفه دي هي اللي خلت الناس كتير تعرفني وتطلبني بالاسم. لو كان المرحوم ابوك يا عايش كنت هتعرفي تقنعيه بالموضوع ده؟ اكيد بابا كان هيبقى مبسوط وهو شايفني انا بعمل حاجه انا بحبها وهقدر ان انا احقق مستقبلي منها. يعني انت حاسه ان ده الشيء ده هيقدر يحقق لك احلامك وانت حباه فعلا؟ جدا جدا. طيب انت مرتبطه؟ عايزه مخطوبه؟ في حد في الاجواء كده؟ لا. ولا مخطوبه ولا حد في الاجواء؟ لا لا، هو انا عندي وجهه نظر من الموضوع ده. هما دايما بيقولوا ان الراجل لازم يكون مستقبله قبل ما يتجوز، انا برضو شايفه ان البنت لازم تكون مستقبلها قبل ما تتجوز. ليه عندك الفكره دي؟ مش نجيب راجل يصرف علينا ونقعد نتسلى؟ لا ليه؟ 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 انا ما كل واحد انا بنكوش اتنين بيساعد بعض، احنا اتنين بيساعد بعض، بس ما ينفعش ان هو يكون مستقبله وهي برضو، ما لازم برضو يبقى ليها مستقبل قبل ما تتجوز، ما تبقاش بتتجوز كده اسمها ان هي بتتجوز وخلاص. وبعدين في حاجة بتضايقني جدا، دايما الأهل يقول لها لما تتجوزي هتتفسحي، لما تتجوزي جوزك هيصفرك، طب ليه ما تعملش الحاجات دي من نفسها؟ يعني لازم لما تتجوز؟ يعني أنتِ اسم شاندو اللي على الموتوسيكل ده مش الجو؟ لا ده مش الجو، ده ابني. ابنك الموتوسيكل؟ ابني. ابني الذي لم تلده أمي. ولدته كواساكي. بجد بجد، وأنا على فكرة سميته قبل ما أشتريه، يعني قبل ما أشتري السكوتر أنا نقيت اسمه. إشمعنى شاندو يعني؟ عجبني الاسم. قلت ان هيبقى حاجه شقيه كده، وفعلا عملت بيه حوادث وشقاوه كتير جدا، فهو لايق عليه الاسم بصراحه. خيبك يا ضحى. والله العظيم انا قلت بنت هتبقي ملتزمه على الطريق. لا ما انا ملتزمه. ست مش اللي هو لا هو كده، بس انا ملتزمه.
طب اسمعي، لو شاندو اللي هنقابله بعد عمر طويل مش ابني الجو دلوقتي هنرمز بيه لشاندو، جو قال لك لا انا مش عاجبني موضوع الطيار بتاعك ده، انت تشتغلي اي حاجه تانية، تمام هتقولي له ايه؟ لا هقول لا، يعني هو الشخصيه اللي هتيجي هتحبني وانا ديليفري يبقى خلاص ياخدني وانا ديليفري. انا انت اسمك اسرع ديليفري في مصر، ده الاسم اللي انا مشهوره بيه. حلو قوي. والناس هي اللي سمتني بيه، يعني مش انا اللي طلعته على الناس، هي اللي سمتني بيه بس واتشهرت بيه، فالناس بقى هم اللي بيطلبوني وانا بروح لهم. بتاخدي كام مثلا من وسط البلد للتجمع؟ انا عامله اي مكان 40 جنيه. 40 جنيه بس؟ طب ما ده مش مجدي يعني، لو انا بوصل من الزمالك للمهندسين للبحر الاعظم ما اعرفش ايه معقول، بس لو طلع التجمع اكتوبر 40 جنيه ليه؟ بصي ما دي بقى الفكره، ما الشغلانه دي يعني مش اي حد هيفهم مكسبها ولا هي بتخسر ولا بتكسب زي غير الانسان اللي هو فيها. هو صحيح ال 40 جنيه قليله، بس كل ما عدد الاوردرات بتزيد كل ما انت مكسبك في الفلوس بيزيد. الاكياس اللي انت معاكي دي اوردرات؟ دي اوردرات. وبيبقوا هم حاطينها في امبلاج يعني في لفه مخصوص بتاعتهم ولا انت اللي بتلفي؟ لا هم بيبقوا حاطينها في الكيس بتاعها، ايا كان التغليف بتاعها باخدها منهم بهذا الشكل يعني. عمرك ضيعتي اوردر قبل كده؟ كنت سايقه على شارع التسعين وكان معايا اوردرات كتير جدا جدا، وطبعا المكان عندي في السكوتر على قده شويه مش زي العربيه، فكنت حاطه الاوردرات قدامي تحت رجلي، يعني دايما الاوردرات بتبقى تحت رجلي، فمره اوردر كده وقع. وقع صح، بس وسبحان الله يعني في حد لقاه وكلمني وكلم العميله، لان هو كان طبعا عليه الرقم بتاع العميله كلمتني، وهو طبعا كان معاها الرقم الراجل. انا رحت الله يا ربنا ستر، الحمد لله كنت دافعه ثمنه ب400 وشويه الحمد لله. يا خبر ابيض. ربنا ستر. حصل لك اي حاجه ليها علاقه بقى بان الناس ضايقتك في الشارع، كلمه بايخه، حاجات من دي؟ لا اكيد اكيد طبعا، كتير جدا جدا. في اشاره مثلا ارحمونا شويه، ركبتوا العربيات وكمان ركبتوا الموتوسيكلات. طب والتعليقات الايجابيه بقى؟ لا الايجابي كتير جدا، بيقولوا لي عايش وبرافو عليك وكملي، وفي كذا بنت تقول لي احنا نفسنا نعمل زيك. ضحى انت قلت لي ان صياطك يعني السوشيال ميديا، بتستغلي السوشيال ميديا ازاي؟ السوشيال ميديا كان ليها جانب ايجابي جدا جدا، يعني في ناس كتير جدا في اماكن انا ما كنتش اتوقع ان انا الناس تعرفني فيها، زي مثلا كومباوند مش عارفه ايه، اماكن بعيده قوي قوي يعني انا ما كنتش اتوقع ان في حد ممكن يعرفني، وبلاد ما في ناس بتكلمني. بتنزلي صورك بتنزلي يعني؟ وبنزل بقى اللي بيحصل معايا، بدات انزل الحاجات اللي بتحصل معايا وقصص، بدات انزل فيديو اعلم ازاي البنات تشتغل دليفري، ان البنات حبت الموضوع جدا جدا جدا. طب بقول لك ايه، تفتكري الانسان بيحب اكتر الحاجه اللي يتعب فيها واللي يجيبها بمجهود، ولا ما دام الحاجه جت احبها كده وزي ما هي وخلاص؟ لا طبعا اللي جابها بمجهوده وتعبه وحسي قد ايه بكل خطوه وجابها ازاي، هو ده اللي بيخاف عليها اكتر. الشارع علمك ايه؟ علمني الجرأه، انا ما كنتش كده خالص خالص، كنت بتكسف جدا جدا جدا. باين عليكي والله العظيم، بجد كنت يعني بريئه زي ما بيقولوا كده. الشارع بيعلم، اتجرأت اكتر وكمان صوتي علو، بدات ان انا اتكلم، ولازم يعني هو طبيعي ان انا لازم اتعلم يعني. يعني خبطتي حد في الشارع ايه مش غلطتي غلطتك، ولا معلش حقك عليا؟ لا بقول طبعا لا حقك عليا طبعا، ما مش مش عافيه قوي يعني. لا يعني كل انسان برضه لازم يبقى محتفظ برونقه. يعني وانت كلك رونق وحلاوه ونشاط، ويعني نموذج تحفه تحفه. شكرا لذوقك. وانا هكون في شجره معارفك باذن الله. باذن الله بتعمل دليفري باذن الله يا حبيبي. بص يا سيدتي الفاضله، احنا كل ما بنقابل ضيف من البرامج بنقدم له حاجه عشان يفتكرنا، يفتكر الصبحيه اللي قضاها معانا. عندنا زميلنا اسمه عبد الله بيرسم بورتريه، احنا هنبروزه ونديهولك عشان تفتكرينا. تمام، اقعدي بقى اشربي النسكافيه بتاعك، هيجي لك البورتريه بتاعك. وكل سنه وانت طيبه. وانت طيبه حبيبتي، تسلمي لي، ربنا يخليك. باي 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 باي. مبسوطه اني شفتك وتعرفت عليكي. حبيبتي ربنا يخليك. خلي بالك من روحك. ربك كريم رزاق، رزقني بسكوتر. ما هو اصل رزقك ده زي القدر مكتوب، ما كنتش اعرف اسوق لكن انا اتعلمت. ما هو كل حاجه بقت موجوده على اليوتيوب. عارفين بدات بكام؟ اقل من 100. البركه جت من اليقين، صدقني في النيه. الدنيا كانت مدرسه اتعلمت فيها كتير، اكتر من اتعلمت في معهد سكرتري.